طيب أعتقد أنه مناسب الآن نبدأ. أول شيء أرحب في الجميع، حياكم الله معنا. قبل أي شيء ثاني، شو اسمه، حنا صراحة ما لقينا وسيلة سهلة لعمل مثل البث هذا، إلين جانا الأخ بندر الحديثي الله يعطيه العافية، أو تبرع مشكوراً بالبث على زوم. فحاب أول شيء قبل أي شيء ثاني أني أشكر بندر على تبرعه هذا، صراحة الله يعطيك العافية، ما قصرت. واجبتوا علي دكتور، ما سوينا شيء، بالعكس تحضيركم للمحتوى وما شاء الله وإعطاكم للمحتوى هذا أكبر فخر لنا، الله يحفظكم ونتشرف بذلك، الله يجزاكم خير. الله يسلمك ويعطيك العافية. طيب شو اسمه، إن شاء الله قدامكم السلايدات موجودة، اللي عنده أسئلة وكذا بس يصبر علينا شوي عشان نبدأ إن شاء الله ندخل في المحاضرة وكذا، وبإذن الله تعالى بيكون في أوقات للتطبيق وللأسئلة وكل شيء. خلوني أول شيء أرحب فيكم. راح تكون إن شاء الله المحاضرة عن أو الدورة هذه عن فلاتر وفاير بيس. صراحة ما راح تكون اليوم فقط، نوعدكم بإذن الله إنه اليوم هي المحاضرة الأولى، راح يكون في إن شاء الله على الأقل محاضرة ثانية بإذن الله تعالى، نحاول قدر المستطاع نخليها الأسبوع القادم على حسب الظروف. طبعا الجميع شايف الظروف الآن، فإن شاء الله على حسب الظروف نحاول قدر المستطاع يصير في الأسبوع الجاي تكملة لمحاضرة اليوم. طبعا معي عبد المحسن العنزي. عبد المحسن شو اسمه، احد طلابي اللي درستهم قبل يمكن 8 سنوات في اول ماده برمجه في الجامعه، وما شاء الله عليه يعني اثبت نفسه مبرمج ما شاء الله، يعني ادى الدنيا. تلاميذك يا دكتور والله. طيب فالله يعطيه العافيه، يعني من زمان وحنا نخطط لدورة، كنا نخطط في الأندرويد على أساس أكمل سلسلة الجافة، وعبد المحسن الله يعطيه العافية يعني كان يعني تبرع في الموضوع هذا. بعدين قلنا لا، تدري ليش ما نجرب فلتر بحكم أنه قريب شوية من الجافة، اللغة دارت وكذا، وميزة أنه يشتغل أندرويد وآي أو إس وكله، فقررنا أننا نمشي في فلتر. ولما جت الظروف هذه قلت فرصة مناسبة، الجميع في البيت، ففرصة مناسبة أن نقدم الدورة. هذا الأوتلاين اليوم فقط، اليوم الجزئية الخاصة باليوم، راح إن شاء الله نعطيكم أول شيء فكرة عامة إيش بنتكلم عنه اليوم بالضبط. طبعاً اليوم حنا بنتكلم عن بناء تطبيق، كيف تبني تطبيق، هذا هو موضوعنا الرئيسي والأساسي باستخدام تقنيتين رئيسيات هما فاير بيس وفلاتر من جوجل. هم تقنيات حديثة وفي نظري تقنيات عظيمة ولها مستقبل كبير بإذن الله تعالى. راح يكون زي ما انتم شايفين بالأزرق في 4 بريكات، بغرض أنكم تجربون، كل واحد معه جهازه ممكن يجرب. الشغل اللي راح نشوفه اليوم، أنا ما أفترض، أو عفوا أنا أفترض أن عندك خلفية بسيطة في البرمجة، تعرف أشياء بسيطة يعني على الأقل مثلاً كورس 101 في جافا أو الفيديوهات اللي أنا حاطها في اليوتيوب. لكن نفرض أن ما عندك خلفية، ما في مشكلة، بالعكس فرصة لك اليوم أنك تشوف، تأخذ فكرة، تشوف وتجرب وتحوس. من أهم الأشياء بالبرمجة أنك تحوس وتضيع وقت طويل إلى أنك تفهم. اللي ما يضيع وقت وينحاس إلى أن يفهم هذا ما راح يتعلم برمجة، هذه قاعدة يعني خذوها مني. تمام، هذا الأوتلاين اللي قدامكم. ايش بنطلع فيه احنا، ايش الدوره؟ نبي نسوي برنامج بسيط جدا، مصغر، نسخه مصغره بسيطه من الانستغرام. تمام، البرنامج هذه شاشه البرنامج، الشاشه الحقيقيه للبرنامج، واللي ما يصدق بيشوفها الان مع عبد المحسن. البرنامج هذا راح يكون فيه لوجين لوج اوت، تسجيل دخول تسجيل خروج، راح يكون فيه التايم لاين حق الانستغرام المعهود اللي انتم عارفينه، ان شاء الله راح نغطيها اليوم. بعد كذا ان شاء الله في محاضره قادمه راح نغطي كيف نضيف بوست، كيف نسوي لايك للبوست اللي هي يعني مشاركه او في الانستغرام، وكيف اننا نضيف شو اسمه كومنت لل زي ما هو موجود في الانستغرام، نضيف كومنت ونرد عليها. قبل ما ندخل خلونا ناخذ بسرعه ديمو سريعه
بقفل الشاشه من عندي. عبد المحسن لو تورينا ديمو سريعه على شو اسمه على البرنامج. التطبيق ببساطة تفتح بشكل هذا نفس السبلاش سكرين حق انستغرام. تدخل في اوثنتيكيشن الان، مثلا نسجل يوزر معين مثلا اسمه abc@gmail.com، نعطي باسورد معين 1 2 3 4 5 6 7 8. هل لو مثلا سوينا لوجن بيقول ان هذا الايدنتيفاير ما موجود، نسوي ساين اب بسيط. اوكي سوينا تسجيل دخول الان، ثم نسوي تسجيل دخول فيدخلنا للتطبيق ويعرضنا البوستات. طيب فقط. ممتاز. خلوني الان برجع شو اسمه نرجع بس بسرعه شيء بسيط للسلايدات قبل ما اننا نبدا في خلوني ارجع للسلايدات بس من عندي. قبل ما نبدأ خلونا نأخذ فكرة عامة عن التقنيات اللي بنستخدمها اليوم وليش التقنيات هذه. إحنا عرفنا الآن بنسوي آب، بنسوي تطبيق، أوكي؟ طيب ليش نستخدم فايربيس؟ ليش نستخدم فلاتر؟ خلونا نبدأ وشيء فايربيس. طبعاً فايربيس تقنية من جوجل، بدأتها شركة صغيرة ستارت اب قبل يمكن 8 أو 9 سنوات، بعد كده اشترتها جوجل في عام 2015 وطورت عليها شيء كثير جداً. طيب قبل ما يكون في فايربيس تمام والوضع الحالي اللي الان موجود، ايش المشكله فيه؟ ايش الشيء اللي احنا نعاني منه شو اسمه الان؟ خلوني بس اوخر طيب اوكي. ايش الشيء اللي موجود الان؟ هذا الشيء مو غلط، هذا الطريقه التراديشنال اللي سهلتها فايربيس في طريقة تطوير التطبيقات. كيف تمشي الطريقة التراديشنال؟ عندك واحد يطور تطبيق تمام زي ما انت شايف، بعد كذا عندك باكند، شيء يسمونه الباكند، والباكند هذه ممكن تكون بالبي اتش بي، ممكن تكون بنود جي اس، فيها ويب سيرفر، في عندك داتابيز معينة تختارها، ماي سيكوال، مونجو دي بي، ايا كانت الداتابيز، ويكون في REST API بين التطبيق وبين الباكند. في الحالة هذه أنت لابد تكون تعرف تطور تطبيق على iOS أو تطور تطبيق على Android، طبعاً باستخدام لغات زي Swift، زي Kotlin، زي Java، زي غيرها من اللغات. هذا الشيء لابد أنك برضو تكون تعرف كيف أنك تسوي باكند، كيف تسوي setup للباكند يعني للسيرفر هذا. فلابد يكون عندك خبرة بالadministration مثلاً على اللينكس. لابد انك تعرف كيف انك مثلا تركب نود او تركب بي اتش بي مع الويب سيرفر مع باتشي او مع انجينكس او ايا كانت. لابد تعرف لغه بي اتش بي او لغه جافا سكريبت عشان تكتب كود نود او بي اتش بي او غيرها من اللغات طبعا. ممكن يكون ويندوز، ممكن يكون على الدوت نت الى اخره. لابد انك تعرف كيف تستخدم ماي سيكوال، لازم تعرف كيف السيكوال داتابيز تشتغل، اشياء كثيره جدا. اوكي الفايربيس جت قالت انا بختصر الموضوع هذا وبحاول اسهله قدر الامكان. فزي ما انت شايف هنا قدامنا عندنا التطبيق على اليسار في شيء اسمه فايربيس اس تي كي، فبدل ما في ريست اي بي اي للي متعود يعني منكم على الريست اي بي اي، في شيء اسمه فايربيس اس تي كي. من خلال الفايربيس اس تي كي هذه طبعا تركبها انت من جوجل، من خلالها يبدا التطبيق يتفاهم مباشره مع الفايربيس سيرفس وليس السيرفر. انا طبعا حطيت لكم رسمه السيرفر كذا بس عشان الواحد يفهم، لكن فعليا انت ما تشوف سيرفر، ما تشوف اي شيء، بنشوفها ان شاء الله. انت تشوف سيرفس خدمه زين، ما يحتاج تسوي ادمنستريشن، ما يحتاج تدخل كوماند لاين وتعرف لينكس كوماند لاين وغيرها. بتحتاج يعني في بعض الحالات اذا شويه متقدمه انك تكتب شوي كود جافا سكريبت ككلاود فانكشن زين، لكنه اسهل بكثير من انك تروح تكتب نود
مثلا، واللي يعرف نود طبعا يكون جاهز للموضوع هذا تماما، اللي يعرف يشتغل على نود. لكن لو ما تعرف بسيط جدا، في خدمات كثيره تقدمها لك، صعب جدا اني استعرضها الان معك، لكن تقدم لك مثلا اوثنتيكيشن، كيف تسوي اوثنتيكيشن، تقدم لك هوستنج للموقع حقك برضو، ويب سيرفر جاهز من عندهم، فتقدم لك خدمات كثيره صراحه. عشان كذا حقين التطبيقات تعجبهم كثير فاير بيس، لانك انت شخص واحد او انت صديقك متعودين او تعرفون تفهمون كيف تبنون تطبيق، بس ما لكم خلق للسيرفر وما السيرفر والباك اند والاشياء هذه. ما يحتاج اصلا في فاير بيس ان يكون لك شو اسمه انك تتعلم الاشياء هذه. قبل ما نكمل، طبعا هي اسهل استخدامها، اسهل من الطريقه التراديشنال هذه، ولكن طبعا له ليميتيشن. يعني لما المشروع يكبر وينجح ويكون فيه تيم كامل، قد تضطر انك تنتقل من فاير بيس الى خدمات اخرى، او تستخدم بعض خدمات فاير بيس فقط. لكن انا اتكلم في البدايه، لما بتسوي تطبيقك اول سنه سنتين في بداياته، وانتم التيم صغير جدا، واحد اثنين، بيئه جدا جدا رائعه لعمل التطبيق، وهذا بنشوفه ان شاء الله بعد شوي. طيب، هذا فيما يخص الفاير بيس. التقنيه الثانيه اللي بنشوفها اللي هي فلتر. تمام، فلتر ايش فلتر؟ فلتر عباره عن ديفلوبمنت كيت سواها جوجل للابس. تمام، ويعني تهتم اكثر شيء باليو اي، وميزتها انك تقدر تطور على يعني الاب اللي انت تسويه يشتغل مباشره على الاي او اس وعلى الاندرويد بنفس الوقت. هذه ميزه ذهبيه جدا، وشكله وسرعته كانه نيتف، كانك كاتبه بلغه شو اسمه، بلغه سويفت او بلغه جافا او الكوتلين على الاندرويد. تمام، فجدا جدا مقارب للنيتف. الان اضافوا فيه الويب، بس ما اعرف الى اي مدى ستيبل الويب هذا، يعني الى اي مدى شغال. فممكن يعني بكود واحد يطلع معك تطبيق اي او اس، تطبيق اندرويد، وتطبيق وتطبيق ويب اذا صح التعبير، يعني موقع ويب. في 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 ويعتمد طبعا على دارت بروجرامينج لانجويج. في تقنيات اخرى منافسه لفلتر واقدم منه، في ايونيك مثلا، في ايونيك تكتب في اي مكان، تكتب كود واحد زي فلتر وتشتغل في اندرويد اي او اس، بس انها ويب فقط، فهي غلاف، فما تحس انها نيتف. اليوزر اللي يستخدم التطبيق حقك ما يحس انه يستخدم شيء نيتف. هذا فرق كبير جدا، يعني في اليو اكس حقته تجربه المستخدم ضعيفه مقارنه بفلتر، ضعيفه جدا. التقنيه الثانيه رياكت نيتف. رياكت نيتف شو اسمه، ليرن وانس رايت ايفريوير. هذه بمعنى انه مو زي فلتر انك تكتب كود واحد يشتغل كل مكان، لا، تضطر انك تكتب كود خاص بالاي او اس وكود خاص بالاندرويد، لكن اللغه واحده طبعا جافا سكريبت، في اشياء مشتركه بين الكودين هذولي، اضافه الى ان ما هي نيتف بنفس مستوى الفلتر. ففلتر هو الافضل فيما بينهم، وان كان هو الاحدث. دائما في ضريبه تدفعها عشان استخدام تقنيات حديثه زي فلتر، انه يعني تكون الدعم ما هو بنفس المستوى اللي وصلوا التقنيات الاقدم، لكنه ميزته يتطور بشكل سريع جدا مقارنه بشو اسمه تقنيات يعني بتطور التقنيات الاخرى، بالاضافه الى انه فيه اهتمام كبير جدا بتجربه المبرمج. تمام، وليس المبرمج لما يستخدم فلتر مهتمين جدا انك تبرمج باسهل طريقه ممكنه لتطبيقك. مره ثانيه معذره، في كثير يسالون وريزنج هاندز، طالما ان الصوت والفيديو يوصل بشكل جيد والشاشه، الاسئله ان شاء الله راح شو اسمه يكون لها وقتها. الان بننتقل شو اسمه، خلوني اطلع من هذا، ننتقل الان الى شو اسمه، ننتقل لعبد المحسن ونبدا نشوف معه كيف اننا نبني اول جزء من التطبيق اللي راح نبنيه، وهي سبلاش سكرين او الشاشه اللي تظهر لك. فتفضل عبد المحسن. طيب، في البدايه لازم نسوي سيت اب للمشروع. اذا انت محمل اندرويد ستوديو، في شيء ثاني لازم نثبت بلجن. اول ما تدخل على النافذه هذه، تروح configuration، ثم تروح plugins. تمام، هو تقدر تسوي سيت اب للمشروع من دونها، بس للتسهيل يعني. فيه طبعا في الماركت بليس انا عندي انستولد، هي
فلتر، بس تروح للماركت بليس تكتب فلتر راح تطلع لك. بس انا عشان هذه انستولد عندي، بس سوي لها انستول ثم سوي ريست لاندرويد ستوديو، راح تتغير عندك النافذه هذه. بدل اول كان بس ستارت نيو اندرويد بروجكت، راح تطلع لك ستارت نيو فلتر بروجكت. اذا انت تمام، إذا ندخل على ستارت نيو فلتر بروجكت، نختار فلتر ابلكيشن، هنا البروجكت نيم حقها فنسميه انستغرام، تمام. هنا الفلتر اس دي كي، اذا حملت لو شفت السيت اب حق فلتر يعطيك زي الزيب فولدر، زيب فايل تسوي له اكستراكت، هو الاس دي كي حق فلتر. انا مثلا سويت له استخراج هنا في ديفلوبمنت في فلتر، فنعطيه اوبن، تمام. مثلا خلينا نغير مثلا البروجكت فايل. هلا عبد المحسن، بوقفك انا شوي. الشاشه اللي قدامنا الان مكتوب اندرويد ستوديو فقط. اي عادي هذا الابلكيشن. اوكي بس متاكد انه ما هنت الشاشه يعني. تمام الان بس السبلاش سكرين حقه الاندرويد ستوديو حقه الستارت نيو بروجكت. تمام اوكي في مشكله في البث. طيب اوكي يبدو لي الحين اشتغلت. خلني اسوي شيء للسكرين كامله. طيب دقيقه اذنك لي تسوي لها شير مره ثانيه. طيب تمام، لان هذه نافذه والثانيه نافذه. مبارك واضح. تمام هذه النافذه، اذا ضغطنا على ستارت نيو فلتر بروجكت نيو شير. تمام تطلع لنا النافذه هذه. معليش عبد المحسن مقاطعه سريعه، بس اللي يشوف اندرويد ستوديو طبعا الوسيله عشان تطور تطبيقات فلتر، افضل بيئه لتطوير تطبيقات فلتر هي اندرويد ستوديو، لكن هذا مو معناه انه التطبيق بيشتغل فقط اندرويد. التطبيق بيشتغل معك اي او اس واندرويد زي ما راح نشوف، لكن راح نستخدم اندرويد ستوديو بس. الناس اللي كانت غالب انك تطور اندرويد اي او اس، فعندك اندرويد ستوديو خلاص فيه جزئيه الاندرويد، خلاص سالفه الايميليترز حقت الاندرويد كلها ثن يعني. تمام نسوي نيو فلتر بروجكت، تمام نسميه هنا مثلا انستغرام كلون. تمام هنا الفلتر اس دي كي اللي حملناه الفولدر وسوينا استخراج حاطه انا في ديفلوبمنت افتحه. تمام طبعا خطا في الاسم، المفروض انه كله لوور كيس، ما نقدر نضيف هذه. تمام خلها انستغرام، نغير بس لانه في بروجكت ثاني اكزيست عندي، نحطه في بروجكت. اوكي لسه هو مو فاهم، يشوف اني لسه في هذا المكان، ما في مشكله نخلي انستغرام 2. تمام next. تمام هذا الباكج نيم حقنا نفس في اللي قد طور اندرويد ستوديو، هذا هو الاي دي حق الابلكيشن حقك. تمام مثلا هو الان com.example.instagram2. خلي الكونفيجريشن هذه زي ما هي مو شرط. طبعا هذه ملاحظه مهمه الان انه يدعم لنا سويفت وكوتل، يعني السبورت موجود في نفس الوقت يعني للاثنين يعني. ايه. بس هذا مهم. نعم صحيح، حتى يقول لك هل تستخدم اندرويد اكس؟ اندرويد اكس هو الشيء الجديد جاء على الاندرويد، فخل هذه كلها كونفيجريشنز للاندرويد ولا اي او اس، خلها زي هنا زي كذا، ثم نضغط فينيش فيصير لنا كريت فلتر بروجكت. تمام ننتظر بس. طيب ممتاز اوكي فالان فتح لنا البروجكت بالشكل هذا، في ديمو بسيط مع فلاتر اي جي.
طيب بخصوص كيف اشغل الان هذا البروجكت، هذا اللي سالت تبع بشغله الان على اندرويد ايميليتر ولا اي او اس ايميليتر؟ يعني انك تفتح اندرويد ايميليتر، تقدر تسوي لها سيت اب من هنا، تروح الايقونه هذه تضغط عليها، هنا كل الاندرويد ايميليترز حقتك. انا مثلا منشئ واحد بيكسل 3، كيف تنشئ؟ تضغط كرييت فيرتشوال ديفايس، ثم تمشي بالخطوات هذه، تختار نوع ابعاد الشاشه، هل نفس ابعاد بيكسل 3 بيكسل 2، تضغط نيكست، تختار الفيرجن حقك نيكست، كل هذه كونفيجريشن عاديه، ثم تضغط فينيش فيصير لك كرييت ويطلع هنا. انا اعتقد ما احنا جالسين نشوف اي نيكست ولا خلنا نسوي شغل الفول سكرين اجل افضل. ايه طيب تمام، الان طالع البيج كامله. هلا دكتور. اي جرب 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 شوف الان ندخل وين طالع. نعم نضغط على الايقونه هذه زي ما قلنا اندرويد فيرتشوال ديفايس مانجر، ثم هنا كل هنا الايميليترز اللي عندي، فانا مسوي لي كرييت الايميليتر اندرويد ديفايس، واقدر اسوي كرييت فيرتشوال ديفايس من هنا، اختار ابعاد الشاشه حقتي مثلا نفس ابعاد بيكسل 3، اضغط نيكست، اختار السيستم ايمج او هل هو اندرويد كيو اندرويد باي اوريو، ثم نضغط نيكست، ثم نفس الكونفيجريشن فايل بصير كرييت للايميليتر، ونقدر نسوي لها ستارت. بخصوص الاي او اس لازم تحمل اكس كود، اول ما تحمل اكس كود يعني عن طريق التيرمينال تكتب اوبن داش اي مسافه سيميليتر ويشتغل معك السيميليتر، او غالبا بيطلع لك هنا السيميليترز الموجوده في اكس كود. هنا عندي ايفون 11 برو ماكس. طيب خلني اشغل هذا الاكزامبل البسيط على سيميليتر، نختار السيميليتر حقنا مثلا ايفون، ونضغط ران. تمام هذا السيميليتر حقي اللي في البروجكت الاول، ف قاعد يسوي بيلد للبروجكت الان. تمام سوى لانش للبروجكت، بروجكت بسيط في عداد وتسوي انكريمنت، هذا الديفولت حقه. طيب احنا في البدايه راح نسوي ان شاء الله اصلا يعني هذا جاهز، هذا زي التمبلت كذا بس اول ما تسوي بروجكت يجيك الكود زي كذا. تمام طيب اول شيء خلينا نشوف الستراكشر حق البروجكت حقنا. معليش اللي يقول نمشي بسرعه يمكن الجزئيه هذه بيكون في وقت ان شاء الله الحين بريك تحاولون تطبقون ونشوف ويساعدكم عبد المحسن ممكن يرجع على بعض الخطوات. تمام بنحاول ان شاء الله اننا ما يعني ما نسرع مره، بس في بريك في وقت بنخصصه عشان تحاولون تطبقون شو اسمه معنى الموضوع هذا. بس تلخيص، احنا سوينا مشروع، بعد كذا سوينا نزلنا السيت اب للايميوليتر، السيميليتر هذا السيميليتر اللي هو زي الجهاز بس انه شيء يحاكي الجهاز عشان تشوف فيه تطبيقك. تمام اذا واحد منكم اول مره يعني يشوف كيف تطوير التطبيقات. تفضل عبد المحسن. طيب اول شيء عندنا نفس البروجكت حقنا تجي مع نفس الفولدرز هذه، انا ما ابغاك تهتم في اي من هذه الا ما عدا الا فايل واحد، فولدر واحد اللي هو لب هو فيه يكون هو اللي يكون فيه شغلنا. طبعا الفايل هذا مهم اللي هو مين دوت دارت، هو زي الستارت اب حق المشروع حقنا. فشغلنا كله جوا لب، جوا في البدايه كستارت اب لما ندخل في مين دوت دارت. طيب مين دوت دارت هو هذا اللي كاتبه فلتر لنا كتمبلت، فانا بحذف الان كل الكود هذا ونشوف كيف نبني واحد شيء بسيط جدا. طيب نحذف كل ملاحظه مهمه انه ما سوينا اي شيء، هذا البروجكت جاي جاهز، اول ما تسوي بروجكت جديد يجي كل هذا جاهز، بس احنا دخلنا على الملف اللي اسمه مين دوت دارت جوا الفولدر اللي اسمه لب. طيب في طبعا طلع لي اكسبشن هنا بسيط في التست لانه قاعد يسوي تست على الواجهه اللي حذفناها ماي اب،
فنحذف التست مؤقتا. تمام، ندخل على مين دوت الان نبي نشتغل. طبعا فلتر او دارت زي اللي قد شاف جافا في مين ميثود، نفس الفكره هنا، بس هنا التعريف حقه بسيط، void dot void ك function ترجع void والاسم الميثود main فقط، هذا المين حقنا. تمام، هنا الستارت حق البروجكت حقنا كله يبدا في مين. طيب الان ما في يو اي في الموضوع، نبي ندخل يو اي في الموضوع. طبعا فلتر ضيف لنا ميثود اسمها run app، هي اللي تشغل لك اليو اي حق الابلكيشن حقك. تمام، ف run app ادخلها، ف run app تطلب منك ويدجت. حلو، الويدجت خلنا نعرف الاب ونبدا فيها حبه حبه، بعدين نشوف الويدجت كيف. طيب نبي نسوي صفحه الابلكيشن الاولى. جميل، ف كيف نسويها؟ نقول له نعرف كلاس. تمام، نسميه اب اكستنس، يعني اللي بيشوف كانها مشابهه للغه جافا، يعني فيه تشابه كبير. stateless widget. تمام، طيب stateless widget تطلب منك شيء واحد. طبعا وش الويدجت؟ الويدجت حرفيا كل يو اي في فلتر عباره عن ويدجت. يعني مثلا البوتن عندنا ويدجت، التكست ويدجت، البيج كامله ويدجت. الويدجت تطلب منك، لو تلاحظ ان اعطاك اكسبشن، يطلب منك ميثود تسوي لها امبلمنت اللي هي بيلد. بيلد هي اللي تشرح اليو اي حق اب الويدجت حقي. ما دي واضح ولا؟ طيب. افضل انك تبني التطبيق وتورينا بالشاشه كيف الويدجت، افضل شيء ايش الويدجت الموجود. فمثلا الاب هذه اللي بنشوفها، واضح الاب هذه مثلا ابيها ترجع لي. طبعا احنا كل شغلنا راح يكون ماتيريال ديزاين، فابغاه لازم ترجع اب، فابغاه يرجع لي ماتيريال اب. تمام، هنا بدل، فبقول له خذ الاب اللي انا مسوي له هنا. فهمت كيف؟ فرن اب ارسم اليو اي الاولى اللي هي اب هذه، جدا واضح. ثم هنا نبدا الماتيريال اب حقنا، نعطيه تايتل مثلا، فالتايتل حقنا equal مثلا انستغرام. جميل، نقدر نعطيه هوم. الهوم هو البودي حق او الصفحه الرئيسيه حقت الابلكيشن حقنا. واضح ولا؟ طيب فهنا انا بسوي صفحه ثانيه الان اسميها سبلاش سكرين. فالويدجت عادي يكون انر يعني كلاس جوا الفايل هذا، ولا اقدر اخليه يعني في فايل ثاني. فبس عشان يعني فنسوي new dot file نسميه splash page dot dot. جميل، اللي حمل تمام، نسوي الكلاس هنا class splash page extends. طبعا ما عليك من stateful stateless widgets، هذه راح اشرحها ان شاء الله. زي ما سوينا في الاب، لاحظ الماتيريال اب حقنا ستيتلس ويدجت نفس الشيء، برضو هذه ستيتلس ويدجت عباره عن يو اي عندنا. فاليو اي هذه يرجع لنا بيلد، مثلا برجع مثلا بطن ما في شيء، تمام، او تكست نسميه هلو. جميل،
طبعا في اكثر من ستايل بس احنا نعتمد الماتيريال ديزاين. تمام. طيب هنا في الهوم بقول له ترى الهوم حقي هو سبلاش بيج. جميل. خلينا نشغل نشوف الان. طبعا فلاتر فيها لايف ريلودر يعني هذا بس اسيف الفايل وخلاص. طبعا في اكسبشن عندنا اوكي استاذ طيب دقائق سوي ريسيت للبيلد من جديد. مرات فيها اللايف ريلود فيها مشاكل مرات. ف اذا واجهتك مشكله طيبه بس سو ستوب سو ستارت مره ثانيه. انا اسوي ران الاكس كود بيلد سادان. لو نلاحظ جانا التكست هذا بالشكل هذا. طبعا ستايل غريب جدا مع ان احنا نبي ماتيريال ديزاين علشان كذا بس دقيقه بس ورنا الوجهه معليش ارجع ورنا الوجهه وين الوجهه اللي تتكلم عنها تو لا سيميليتر للسيميليتر اي عندنا الهلو هذه عباره عن وجهه وينها بالكود اللي هي هذه بالضبط هذا الكلاس كامله الكلاس كامل هذا ويدجت ايوه يرجع الايميليتر الويدجت هذا بالضبط الكود بالضبط وينه بالايميليتر لو تحدد طيب. يعني طيب. عشان الجميع يفهم ايش معنى ويدجت تمام لانه مفهوم اساسي ورئيسي في فلاتر اذا يعني ضروري جدا تفهم بالضبط يعني الويدجت بشكل دقيق عندنا اصلا اول شيء الماتيريال اب عباره عن ويدجت تمام او الاب هذا عباره عن ويدجت الاب هو الصفحه الكامله هذه البيرنت حق كل الصفحات هو الاب حقنا تمام الاب هذا قاعد يسوي يعني الـ يستضيف صفحه ثانيه هو بعض الاحيان يكون مرئي لكنه يكون جواه الويدجت المرئي صحيح يعني فالاب هو كانه بيت مثلا والسبلاش سكرين عباره عن غرفه في البيت واضح تمام. كذا تمام نعم والسبلاش سكرين فيها تكست والتكست برضو ويدجت فالتكست اللي هو التكست هذا فهمت كيف وش الخط هذولي من وين جن هذا الديفولت ستايل حق تكست بس بشرح كيف نعدل المشكله هذه طبعا سريع بس معليش تعليق سريع لانه في احد سال قال ما في دراج اند دروب للانترفيس تمام لم. انا دقيقه انا بعلق دقيقه انا شخصيا طيب. طبعا برمج لي فتره طويله يعني لي سنوات كثيره مره وانا ما عمري فهمت الانترفيس بشكل ممتاز الا في حاجتين في مكانين في رياكت وفي فلتر ليش لانه ما في دراج اند دروب طيب. يعني يمكن كلام غريب لكن فعليا لما تكون محترف ترتاح جدا 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 مع انترفيس بالطريقه دي مقارنه بدراج اند دروب دراج اند دروب متعب انا جربت الاي او اس جربت الاندرويد جربت دراج اند دروب اللي فيها وكذا متعب جدا لما تبدا تمشي ادفانس شوي تبدا تتلخبط قدامك الدنيا وكل شيء هنا ميزته انه بالضبط بالملي اي حرف كود تكتبه بتشوفه قدامك فهذا يعني تعليقا على السؤال اللي جاء ما راح تشوف دراج اند دروب انا ما اعرف اذا في دراج اند دروب بالتويتر في الفلتر انا سمعت انه فيه تولز تعطيك دراج اند دروب تمام اكيد انا شخصيا ما راح ابحث عنها ولا افكر اني صراحه استخدمها لان الطريقه هذه جدا جدا مريحه في كتابه في يعني تصميم الانترفيس حق التطبيق جميل. بس عشان تكون الناس الصوره واضحه قلنا الاب رن اب يستقبل ويدجت تمام الويدجت هو الصفحه الكبيره هذه اللي مو شرط انك شايفها هو هذه نفترض انها مثل زي المنزل البيت السبلاش المنزل هذه الاب هذا هو البيت اللي عندنا الماتيريال اب تمام هو غرفه جوا البيت فهمت كيف فاب ويدجت
وموتيغي لاب ويدجت وسبلاش بيج ويدجت فنستد كلها جوا بعضها. وحتى سبلاش بيج فيها ويدجت اللي هو التكست، فأحس هذا أفضل شرح لها. طيب جميل، عندنا مشكلة الآن في التكست هذا، كيف نطبق عليها؟ طبعا هذا ديفولت ستايل بس غلط، طبعا لازم أسوي راب على تكست، فغلط إني أرجع البيج ترجع بس تكست. فيجي مفهوم السكافولد، في عندنا ويدجت اسمه سكافولد، تمام. السكافولد هذا عبارة عن يطبق الماتيريال ديزاين ستايل على الشايلد حقنا، على الأطفال اللي جواته. بس بشكل سريع يعني ماتيريال ديزاين هو ستاندرد من جوجل، مو تقنية، هو ستاندرد. يعني جوجل قالت إذا بغيت تصمم تطبيق أو موقع أو أيا كان في شيء فيه واجهة للمستخدم يشوفها المستخدم سواء على الجوال على الكمبيوتر على كذا، في طريقة وستاندرد هو فني، يعني آرت شو اسمه، يعني ستاندرد للرسم خلينا نقول أكثر منه ستاندرد تقني، يحدد إيش الألوان اللي تستخدم، إيش كيف الأشكال، كيف الأشياء، يسمونه ماتيريال ديزاين. طبعاً أبل عندهم ستاندرد آخر، تمام. ميزة فلتر إنه يدعم الأثنين لك، لكن إحنا هنا بنمشي بال 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 شو اسمه بستا بال بالماتيريال ديزاين. يمكن عبد المحسن يعطيك تفاصيل أكثر بعد شوي إن شاء الله. السكافولد فكرة إنه يسوي لنا أبلاي للماتيريال ديزاين جوا الشالد حقنا. السكافولد يستقبل منه بودي، ولو نلاحظ هنا بودي يبي ويدجت برضه. فلو قلنا البودي حقنا عبارة عن تكست زي ما قلنا هلو، سيبنا ونشوف الآن السيميليتر كيف جاء. لو لاحظ هلو جت فوق يسار، هذه مشكلة. طبعا هو مو قاعد يشوف ان والله في هنا ستاتس بار، لان فلتر عبارة عن كانها كانفس وكان في رسام قاعد يرسم، ما هي يعني ما هي كومبوننت فعلية من نفس اي او اس، واضح. فعشان نحل المشكلة هذه نقدر نسوي راب على التكست هذا، تمام. طبعا اللي حمل البلاجن اللي في البداية شرحناها الفلتر بلاجن، بس تعال عند اي ويدجت عشان تسوي لها نستد، تخلي تسوي راب عليها، نضغط اوبشن انتر او الت انتر في الويندوز اذا ما غلطان، تمام. تطلع لك المنيو هذه، فنقول راب وذ ويدجت. الويدجت اللي فوقها فيه ويدجت موجوده في فلتر اسمها سيف اريا، تمام. سيف اريا، سيف اريا واضح من اسمها المنطقه الامنه. او لو نلاحظ اول ما حطينا الويدجت سوينا راب على التكست، قلنا له ترى التكست نبغاه جوا السيف اريا. لو نلاحظ انه نزل تحت الستاتس بار او البار هذا حق الساعه ذا في الاي او اس، برضو في الاندرويد. جميل. طيب الان لو نلاحظ احنا في خلينا نروح للاب الاصلي المفروض اللي ننجز. لو نجي هنا نشوف فيه ايقونة انستغرام في تكست في الاسفل. طيب نسوي لاي اوت لهذه الواجهه. جميل، احنا كل الان شغلنا كله في سبلاش سكرين، يعني مين بس سويت له لونش على سبلاش سكرين خلاص انتهينا منها في الاب، بعدين ممكن نرجع لها، تمام. فعندنا السكافولد، فما نبي نرجع التكست بالشكل هذا، نبي نتعرف على شيء اسمه ستاك، تمام. نبدا نسوي دقيقه، نبدا نسوي لاي اوت للاي اي حقنا. فعندنا ويدجتس كثيره في فلتر، في تكست، في هذا اللي تلاحظها تكست بوت ريزد بوتن، كلها كومبوننت ما هي يعني تاخذ انتراكشن من اليوزر او تطلع اوتبوت، ما تسوي لاي اوت لنا. فمثلا عندنا الان نشوف اول واحد اللي هو ستاك. الستاك من اسمه يسوي ستاكينج، يعني يحط ويدجتس فوق ويدجتس. لو نلاحظ ستاك يستقبل منا أكثر من child، حلو، يستقبل منا children، لأن ستاك يستقبل أكثر من
ويدجت. تمام، فلو شفنا قبل شوي، خلنا نفترض بدل اللوجو اللي في النص نعتبره تكست في البداية، أو نعتبره بوكس أحمر. تمام، والتكست اللي تحت نخليه بوكس أزرق مثلا. كيف نخلي واحد في الوسط واحد في الأسفل؟ تمام، في البداية أبى أحطهم الآن بشكل عادي. تمام، عندي ويدجت اسمه كونتينر. تمام، الكونتينر يشيل تشايلد واحد. تمام، يصير تشايلد واحد فقط، ويدجت. انا ما بعطي تشايلد، انا ابغاه يصير لي كانه بوكس. تمام، فاقدر اعطي ويدث 50، هايت 50، واقدر اعطيه كلر. تمام، كلر بعطيه كلر ستات مثلا قلنا ريد. تمام، لو نسيف هان ونشوف السيميليتر طلع بوكس احمر. اكبر شوي، هلا 150 150. تمام، وعندي بوكس ثاني. تمام، ابى اسوي كوبيست لهذا الكونتينر. نلاحظ ان احنا جوا الري، فعادي احط ويدجت الاول كما ويدجت الثاني وزي كذا. فالويدجت الثاني هو نخليه مثلا خلفيته بلو. تمام، نلاحظ جوا فوق بعض، هذا الستاك. تمام، طيب كيف اخلي واحد في الوسط وواحد في الاسفل؟ تمام، في فلاتر كل شغلنا عباره عن ويدجتس، يعني حلي بيكون في ويدجتس يحل المشكلة هذه. تمام، الكونتينر في ويدجتس عندنا اسمه أقدر أسوي راب عليه. تمام، ويدجت اسمه align. تمام، الالاين هذا أنا في الستاك يعني يشرح لي الشالد هذا وين بيكون موقعه. تمام، فأقدر فيه property اسمها alignment. تمام، alignment dot center عندنا. تمام، نسيف ونشوف، نلاحظ البوكس الأحمر صار الآن في الوسط. جميل، طيب في الكونتينر نفس الشيء، نسوي align كبيرنت للشالد حق للكونتينر. جميل، نقدر نعطي alignment في عندنا bottom center. الآن سيف، شوف الآن. جميل، واضحت الصورة الآن تقريبا أحس. طيب بكل بساطة الحين عندنا الآن تحت text فوق image. اسمح لي أقاطعك. إيه، الآن اللي أنا أبغى أوصله إنه عادي إنك يعني إذا واحد اللي يشاهدون الآن معنا عادي إنك ما تفهم كل شيء في البداية، ترى طبيعي، لأنه ما شاء الله خرط لكم كذا ويدجت في وقت واحد، وكل ويدجت لها استخدام معين ولها فائدة معينة، وطبيعي جدا ما تستوعبها كلها بنفس الوقت. المهم اللي تستوعب إيش؟ تستوعب كيف بنية اليو آي في فلتر، كيف فلتر يتعامل مع اليو آي، عبارة عن شيء جوا شيء جوا شيء وشيء وجنبه شيء. اللي متعود على HTML بيحس إنه شوية يعني فيها يعني قرب من ال HTML. اللي منكم كتب قبل HTML بعض الويدجتس اللي كتبها عشان تعطيك عشان تظهر يعني قدامك زي التكست زي كذا، بعض الويدجتس عشان بس ترتب لك كيف الويدجتس الأخرى راح تظهر في الشاشة. هذا طبعا ما راح تفهمه اليوم مباشرة. نعم صحيح، كأنه ديف، نعم كأنه وشبيه شوي بالCSS، في خليط بين الـ بين الـ بين الأشياء هذه، بس أحسهم ضبطوه أكثر اللي هم جوجل. ال 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 اللي بوصله يعني انك ما راح تفهم كل شيء الان، لكن مهم انك تاخذ بس انترودكشن، بعدين روح انت وابحث افهم كل واحد من هذول ايش قصته، كيف من خلاله تقدر تبني واجهه. وانا خبرتي يعني من خلال خبرتي بناء الواجهات الموضوع مو بسهل في البدايه، بتتعب شوي لينك تتعود، لينك تبدا تجيك على طول من راسك مباشره تذكر تقول انا بحط شيء هنا، اوكي انا لازم استخدم السيف اريا، او لازم استخدم ستاك هنا، بعدين استخدم كذا، بعدين استخدم كذا. علما انه ممكن نفس الواجهه ممكن تبنيها باكثر من طريقه، تلقى تعطي الواجهه هذه تعطيها المبرمجين اثنين، تلقى كل واحد منهم يستخدم طريقه مختلفه، يصلون في النهايه لنفس النتيجه. طبعا مو برمج جافا، يبرمج دارت، دارت قريبه جدا من جافا. تفضل عبد المحسن. طيب الان قلنا سوينا الان
بوكس احمر في الوسط وبوكس تحت ازرق. طيب الان ابغى البوكس اللي في الوسط هو اللوجو حق الانستغرام والبوكس اللي تحت تكست. خلاص ابدل الكونتينر التشايلد حق الاونلاين ابدل الان اقول له تكست. جميل التكست يطلب مني داتا اللي هو تكست فبسميه هلو. طيب وش اقدر اعطي تكست فيه يعني خصائص ثانيه مثلا اقدر اعطيه ستايل يعني في كل ويدجت له معطيات تقدر تعطيه اياها. تمام مثلا الستايل حقي مثلا بخليه الفونت ويت مثلا اسف تكست ستايل. طبعا الستايل برضه يعني في انواع كثيره من الستايلز عندنا. التكست ستايل حقنا طبعا تضغط اوبشن كوماند ال عشان تسوي فورمات للكود حقك. تمام اذا نحاس عندك شوي طيب اقدر اقول له والله الكلر كلرز مثلا دوت في الوان عندنا. اذا والله انت حاب تستخدم الوانك تقدر تقول الكلر هنا وتعطيه الهكس حقك. الهكس يبدا كذا 0x. طبعا اللي متعود على الهكس دائما يكون بالشكل هذا هكس مثلا 6 خانات اف 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 هذا ابيض. لا احنا نزود خانتين للالفا شانل. تمام في البدايه في الكلاس كلها كهكس عشان اكتب هكس 0x سيب الجافا. تمام فبقول اف اف مثلا بخليه رصاصي مثلا ماذا بقول له 8 8 8 8 8 8. نلاحظ اللون هنا صار رصاصي. الان سيبنا نجي هنا نشوف هلو موجود هنا. طيب اقدر اعطيه فونت سايز نعطيه 30. نجي نشوف نجي نشوف صار الخط مناسب شوي. طيب جميل نجي للبوكس اللي فوق الاحمر كيف نبدله نخلي فيه صوره انستغرام. طبعا انا عندي صوره جاهزه انا رافعها حاطها في لا اله الا الله حاطها في فولدر بشيرها لكم ان شاء الله. تمام هذا عندي الانستغرام لوجو. تمام هذا اللوجو. الان كيف اضيف اسيتس عندي في المشروع. تمام عشان الصوره تضاف كشيء اسمه اسيت. في شيء اسمه اسيت هو يعني اذا بتضيف صور عندك في التطبيق تضيفها اذا بتضيفها مباشره في التطبيق يعني بلتن في التطبيق وليس تنزلها من 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 الانترنت اثناء تشغيل التطبيق. تمام انا بضيفها تكون موجوده في التطبيق دائم فنسميها اسيتس. طيب يوريكم طيب. انا عبد المحسن كيف اتعامل معها. عشان نضيف اسيتس نروح للبروجكت فايل حقنا نضغط فايمين نسوي دايركتري عادي ملف عادي نسميه assets. تمام ومثلا جواته مثلا نخصص عند الاسس عند مثلا نقدر نضيف اوديوز نقدر نضيف فيديوز نقدر نضيف اكثر من نوع بس عشان نرتب بس نخليها نكتب images. فخلاص كل images بحطها الان هنا مثلا عندي انستغرام لوجو نضيف الان هنا انستغرام لوجو. تمام هذا انستغرام لوجو نضافت عندنا. طيب جميل كيف الان اول شيء كيف الان اعرض الصوره جوا الكونتينر. طبعا في ويدجت ثاني موجود اسمه image. تمام الايمج هذا يستقبل منك image لو لاحظ هنا بيطلب منك image provider. عندنا image providers كثير بس بتكلم عن اللي هو الاسس image. تمام الاسس image من اسمه يجيب image من الاسس حقتك. طيب هل الان بيفهم اني الاسس عندي هنا؟ طبعا في البدايه لا لازم نكتب كذا configurations بسيطه. نروح للبوب سبيك هنا تتيام ندخل هنا الفولدر هذا الفايل هذا ما ادري واضح ولا لا. ننزل تحت هنا تضيف كل الديبندنسز زي الجريدل مثلا في اندرويد مثلا وفي كونفجريشنز ثاني مو شرط بس ديبندنسز مثلا الاسيتس حقتك وين يوز ماتيريال ديزاين تو يعني كونفجريشن بشكل عام.
تضيف فونتس. طيب عندنا الان نضيف اسيتس. لو نشوف هنا مبسطين هم الموضوع, حاطين يعني كومنتس يقول لك تعال هنا تمام ضيف اسيتس تمام, وبقول له تغى الاسيتس عندي في assets/images. الان يفهم ان الاسيتس حقتي هذا الفولدر عباره عن اسيتس لي تمام. طيب جميل. طبعا المفروض اني معطيه image هنا. طيب قبل كل شيء سوي package get عشان يعني اي شيء تعديل هنا في الفايل اضغط package get تمام. خلص نروح للسبلاش بيج نضيف الايمج بالشكل هذا كان الدايركتوري تمام. assets/image/ اسم الايكون بنسخ اسمها instagram_logo.png تمام. سيب نشوف ممكن ما تطلع لك سو سب للابلكيشن افتح مزيد طيب. لو نلاحظ الحين جتنا الصوره صار لود بس صوره كبيره فنقدر نصغرها ايمج يستقبل ويدث وهايت برضه فاقدر اقول له 100 هايت 100 الان هوتريلود تمام. فصارت الصورة لا بكبرها شوي والله 150 تمام. والشكل هذا الآن سوينا سبيس سكرين بسيطة. طبعا في ناس يتضايق مثلا من الديبج بانر هذا اللي فوق هذا يعني انه يعني ديبج قبل المشروع تبتشيله بسيط الموضوع. رحل الماتيريال اب هنا تمام اكتب ديبج شو checked mode banner أعطى فوس فقط فالآن راح البانر فعشان يعني يصير تطبيقك أجمل. بالشكل هذا خلصنا الآن space screen. نسوي ريكاب بسيط. المين دارت هو الفايل start حقنا فيه void main يسوي run app. run app هو خلنا نعتبرها الصفحة الأب لكل التطبيق أو الابليكيشن حقي هو widget. برضه الwidget هذا يرجع لي material app فيه title instagram تمام ويفتح لي كهوم بيج splash بيج وسوينا للبانر disable تمام. السبلاش بيج عبارة عن widget برضه الوجت اي وجت قلنا لازم نسوي لها override البيلد ميثود تمام. البيلد ميثود ترجع لي وجت فهنا رجعنا scaffold. الscaffold يستقبل body مو شرط child body. البودي حقنا هو save area تمام. save area فيه child واحد اللي هو الستاك كامل هنا تمام. فيه two elements فيه align جواته الايمج هذه. الالاين بس مسؤول عن يحدد الشالد حقه وين موقعه في الستاك. فقلنا هنا والله الالاينمنت حقنا سنتر والايمج حجمها 150 وحطينا الاسيتس هذه. كيف ضفنا الاسيتس؟ قلنا نضيف فولدر نحط جواته ايمجز نضيف الايمج حقتنا ونضيفها في configuration هنا جوا الفايل هذا تمام كاسس. نقول والله الاسس حقتنا ترى موجوده في اسس سلاش ايمجز ونسوي باكج دوت جيت تمام. والاليمنت الثاني لو نلاحظ ان هذا كامل لو نصغر هنا الستاك هذا تمام. في معلومه بسيطه عشان يصير كودك فورمات حقه كويس دائما بعد تقفيله حط كوما. لو لاحظ شو كيف كان الفورمات بعد ما حطيت كوما وضغطت اوبشن كوماند ال الفورمات صار عندي بشكل ارتب. فقلنا السكافولد
سيفيريا ستاك في تو تشايلد الاين الاين وقفلنا كل الاقواس تمام. الالاين هنا يستقبل ايمجز زي ما قلنا. هنا الالاين التشايلد حقه تكست، التكست فيه داتا هلو وفيه ستايل على التكست. حتى هنا برضو المفروض ان نقفلين بكما عشان الفورمات يصير افضل. الستايل هو فيه تكست ستايل، الفونت سايز حقنا 30 والكلر حطينا كاستم كلر. عبد المحسن هلا، الحين احنا خلصنا الجزء الاول الان وقت البريك لان اخذنا تقريبا الان نص ساعه يعني، فجيد ان خلصنا سباسكين الان. اوكي طيب، الان الفكره من البريك اننا نخليكم شو اسمه نعطيكم 10 دقائق تجربه الكود هذا صراحه، يعني صعب انك انت تجي وتسوي كل شيء من جديد زي ما شفتوا، يعني صعب ما في وقت كافي، لكن احنا قلنا 10 دقائق ممكن انك تجرب اذا تبغى تجرب. وبرضه للأسئلة ممكن تكتب سؤالك اللي عندك ونراجع الأسئلة الموجودة. من وين يقدرون يأخذون الكود عبد المحسن؟ ممكن شيء غير الآن السلاش بيج كاملة جوا تشات أو داخلها جوا جيت هاب جيست. أوكي تعطينا الرابط حق الجيت هاب؟ يلا يعني الآن تعطينا رابط يقدرون يدخلون يملون فيه الكود هذا إن شاء الله. جميل طيب، دام عبد المحسن يعطينا الرابط أنا بمر بشكل سريع على الأسئلة. في أسئلة تقريبا جاوبتها، خلوني في Q&A وفي تشات، لو يكون الأسئلة في Q&A أفضل صراحة. أنا ما أعرف إذا الجميع جالس يشوف Q&A ولا لا، بس لو يكون الأسئلة في Q&A يكون أفضل صراحة. مو كلكم شايفين الـ Q&A، تلقونها مفروض تحت يعني، بس ما أعرف إذا هي تظهر للجميع ولا لا. إذا ضغطت على الـ Q&A تظهر لك شاشة صغيرة Q&A تقدر تكتب فيها سؤال. أنا ما أعتقد إنه disabled لأن في كثير سألوا كتبوا لنا أسئلة. طيب شيرت الآن اللينك. إيه اللينك موجود الآن، سوى له شير عبد المحسن في الشات، فأي واحد منكم يبغى يدخل على الكود الآن ويروح شو اسمه يجرب الكود ناخذ 10 دقائق. طيب ايش اسم التطبيق؟ خلونا نبدا بالاسئله بشكل سريع، ببدا بالكيو ان اي واروح لل شو اسمه شباب وصل اللينك موجود. ما ادري ايش اللينك، ما حد كيف موجود اللينك، حط مره ثالثه. طيب طيب انا عرفت ليش، لان في ناس تشات. اوكي خلوني طيب ما عندنا الان المفروض وصلكم. اوكي طيب خلاص يا شباب لا جابون عشان بس ما يروح علينا، اذا ما دام ما في مشكله خلونا كذا، يمكن راحت شو اسمه خلونا ارجع مره ثانيه ارسله. فيا ليت لو واحد بس نخليه بالنسبة للأسئلة الآن خلونا نمشي بشكل سريع، واللي يبغى يجرب يجرب الآن يطبق، ناخذ من بريك 10 دقائق، اللي يبغى يجرب يبغى شو اسمه أي شيء ثاني تفضل بريك. هل راح نغطي جانب الاوثنتيكيشن؟ نعم راح نغطي جانب الاوثنتيكيشن اليوم إن شاء الله. أوكي البث وين بينزل بعدين؟ بينزل في اليوتيوب نحدد إن شاء الله وين المكان بالضبط، نعطيكم شو اسمه أعطيكم الرابط في تويتر إن شاء الله. كيف أحمل تطبيق الفايربيس؟ الفايربيس ليس التطبيق، أنت بتبني تطبيق باستخدام تقنية الفايربيس. فايربيس هي خدمة زي يعني زي مثلا ما في عندك فيسبوك، زي ما في جيميل، زي ما في خدمة اسمها فايربيس تدخل عليها. بنشوف الآن كيف ندخل على فايربيس ونسجل فيها نسوي لنا مشروع فيها. طيب إيش اسم التطبيق؟ إنستغرام، تطبيق مصغر من إنستغرام. ايش الدارت بروجرامينج؟ لا الدارت هي لغه برمجه زيها زي الجافا زي سويفت زي البايثون زي غيرها.
فهي لغه شو اسمه برمجه، ويمكنها ما اشتهرت الا بعد فلاتر. نبدا سريعه، هي سووها جوجل كبديل للجافا سكريبت بسبب بعض المشاكل الموجوده في جافا سكريبت يمكن عام 2013 او شيء زي كذا، ولكن يبدو لي انها ما اشتهرت الا بعد فلاتر. يعني انا اعرفها من قديم ذاك الوقت لان كنت مهتم يعني بالجافا سكريبت، لكن كثير من الناس ما يعرفونها اظن الا بعد ما ظهرت فلتر باستخدام دارت. فظهرت دارت شكلها يشبه الجافا لكن في اختلافات بينه وبين الجافا الكود، وبرضه يشبه شويه الجافا سكريبت بس في برضه اختلافات بينه وبين الجافا سكريبت. لو كان شو اسمه لو كان لو عملت ايميوليتر معين، هل الابعاد حق التطبيق بتضبط بس على هالنوع؟ يعني لو شغلته من جهاز اخر بتتلخبط الانترفيس؟ انا افترض لا، لكن اترك الجواب لك يا عبد المحسن. كيف صار؟ لو عملت ايميوليتر معي، هو يعني اللي فهمت انا من السؤال انه لو اني عرضت التطبيق حقي في ايميوليتر، وايميوليتر حجمه بحجم معين، يعني انت يمكن اخترت ايميوليتر بحجم جوال واحد من انواع الجوالات جالاكسي كان او شيء زي كذا، واضح بيظهر على الجوالات الثانيه او لا؟ المفروض يكون الديزاين حقك فلكسبل على كل الأجهزة، يعني مثل زيها زي الويب. لو تتخيل في الويب انك كيف والله في مصطلح الفليكس بوكس اذا معروف عندكم، نفس الفكرة. المفروض انت الديزاين حقك يكون يعني فلكسبل على كل الشاشات تقريبا. لكن انا صححني اذا انا يعني طريقة تصميم اليو اي في فلتر هي مرنة، يعني ما فيها يعني ريليتيف الى حد كبير، يعني ما فيها ابسولوت فاليوز، ما فيها قيم يعني تقول انا ابغى الحجم يكون كذا بكسل في كذا بكسل الا صح. في بعض الاحيان يعني مثل الايمج لما وضعتها انت ولا شيء، الباقي كثير منها الطريقه الصحيحه في الديزاين تكون ريليتيف. صح صحيح صحيح نعم. فالمفروض اذا صممت زي طريقه عبد المحسن بيظهر معك على اي ايميليتر بالشكل الصحيح. اوكي طيب، اللي يرتب الكود، اللي يرتب الكود كوماند وشيفت كوماند اوبشن ال، كوماند اوبشن ال نعم. على الماك، على الويندوز اعتقد كنترول الت ال، ايه اتوقع شيء زي كذا. طيب ما قدرت اشغل المحاكي، طيب ما نعرف والله وش المشكله صراحه، يعني لازم نعرف نحاول نفهم المشكله. وعموما انا ما اعرف مدى سهوله تشغيل المحاكي في الاندرويد ستوديو، انا جربته كذا مره ما واجهتني مشاكل، لكن فعلا في ناس يعني تواجههم مشاكل بعض المرات في تشغيل الايميوليتر. هل في مشكله يعني عبد المحسن مثلا تعرفها دائما مزعجه وتزعج الناس يعني في الايميوليتر؟ لا، بس اهم شيء انك محمل يعني تسوي السيت اب حق الفيرتشوال ديفايس حقك وتحمل النسخه مثل كيو تسويها داونلود ثم عيد بس معليش عيد، يمكن في ناس مره عشان اسوي اندرويد يعني ايميليتر اروح لل اي في دي هنا واللي هو الاندرويد فيرتشوال ديفايس، تمام؟ هنا كل الايميليترز حقتك اللي انا مسويها، تسوي كريت فيرتشوال ديفايس تختار الابعاد حقتك. الشاشه شوي صغيره ترى، فانت تحرك الماوس كثير عشان ينتبهون وين المكان الماوس، لان يمكن ما نقدر تمام. فهنا مثلا احمل النسخه اللي ابي سيستم حقتي، اضغط مثلا كيو اسوي لها داونلود، بعد ما تخلص اسوي لها سيلكت ثم النكست ثم فينيش بس. أوكي. ثم تطلع لكين ثم في الاكشن تسوي ستارت للايميليتر، فالمفروض يطلع لك. هذا اذا كان الايميليتر اندرويد. طيب اذا كان اي او اس؟ اي او اس اول شيء لازم تحمل الاكس كود، اول شيء لازم ماك، اول شيء لازم جهاز ماك صحيح، وتحمل الاكس كود. بس دقيقه، بس مع ملاحظه في ناس ذكروها ملاحظه صحيحه انه نقدر من خلال فيرتشوال ماشين على الويندوز نشغل الماك، يعني مثلا في موير وتروح تركب فيه الماك جوا وبعدين، بس انها صراحه شويه كومبلكس يعني وادفانسد انا احسها يعني، بس انها موجوده لو عندك ويندوز تبغى تشغل عليه الماك، بعدين من اذا شغلت الماك على الويندوز تجي تشغل الايميوليتر حق شو اسمه حق الماك. فهذه الخطوه الاولى انه يكون عندك ماك، خطوه ثانيه تركيب الاكس كود، سهل جدا يعني الاكس كود جاي مع الماك مباشره. بعد كذا تشغل الايميوليتر كيف؟ خلاص تروح للاي في دي وتسوي له ستارت هنا حق اكشن الايميوليتر حق الاي او اس، هذا السيميليتر. السيميليتر
تحمل الاكسكود تكتب الكوماند هذه البسيطه open dash a simulator فالمفروض يفتح لك السيميليتر. تمام. طيب فهذا بالنسبه فيما يخص المحاكي اتمنى انه واضح. فانت لابد انك لابد تسوي داونلود للمحاكي هذا في اذا كنت في الاندرويد تسوي داونلود للايمج اللي يسمونه الايمج زي ما وراكم طول محسن. اذا كنت في الاي او اس لابد تسوي داونلود للاكس كود وبعدين تشغل السيميليتر. طيب كيف اتعلم لغه الجافا؟ اذا ما عندك اي خلفيه في البرمجه انا عندي في قناتي بالعربي كورس كامل للمبتدئ من الصفر موجود في قناتي معاذ الخلف. ايش اختصار تنسيق الاكواد في ويندوز ذكرناه؟ هل اقدر اربط التطبيق بالووردبريس؟ لا هي كل الفكره انه ما في ووردبريس اصلا. ووردبريس هو باك اند تمام. تبغى تبني فلاتر وتربطه بالووردبريس مباشره بدون وجود فاير بيس؟ نعم تقدر صحيح عن طريق الريست اي بي اي حقه الووردبريس وتكتب وتسوي تطبيقك بفلاتر طبعا بيشتغل اندرويد واي او اس لكن احنا هنا بنربط بالفاير بيس وليس بالووردبريس وطريقه الربط مختلفه. يعني الووردبريس يحتاج تكون فاهم كيف الووردبريس تركبه كيف تسوي سيرفر كيف تسوي باك اند كيف يعني في شغلات كثيره كيف تعرف بي اتش بي يمكن شوي زين. الفاير بيس لا هذا الشيء غير موجود. طيب اذا كانت النيتف سرعتها 100% ما اعرف ايش المقصود بالسؤال لكن في مقارنات كثيره فلتر قريب جدا سرعته من النيتف مقارنه مثلا ب النيتف اللي هو لما يجي واحد مبرمج iOS أو مبرمج Android. طيب I cannot run the simulator. والله ما أعرف ليش ما تقدر تشغل simulator صراحة. لازم يعني صورة أو شيء يعني يوضح الإيرور. هل بيكون مسجل الشرح؟ نعم في يوتيوب. هل الدارت فيه validation للكود؟ ما فهمت صراحة السؤال بالضبط. كم سرعة فلتر من 100؟ برضو السؤال مو واضح لكن فلتر قريب جدا سرعته من النيتف إذا كنت تقصد كذا لكن أكيد ما راح يكون بنفس سرعة النيتف وفي مقالات كثيرة تقارن بين السرعة. طيب كلمة هلو في التطبيق الجاهز هذا صورة ولا gradient للتكست؟ إيه هو لأنه شاف شو اسمه شاف الديمو اللي كنا مسوينه. إيه في وجز كثير في فلتر ف هذه جريدينت اللي انت تسويها. نعم ايه اضايف عليها افكت معين فهمت كيف فلتر تقدر تسوي اللي تبي. انا بس حطيتها بس عشان يعني اوريك ان فلتر عشان اللي يشوف في فرق شوي بين التطبيق اللي شفتوه الاصلي وبين اللي تو بنيناه عشان بس عموما الوجه اسمه شيدر ماسك اذا بيبحث عنه فيقدر يلعب في التكست كذا. تمام. طيب هل compiled code بالoutput for both platform Java and Swift ولا machine code؟ لا هو طبعا حسب فهمي machine code صحيح. أو بالأحرى intermediate code أظن على ال شو اسمه على iOS وعلى الأندرويد خاص بالدارت نفسها يعني بالvirtual machine حقت أو الجيت إنجن حق دارت. عموما في تفاصيل كثيرة لكن هو ما يحول Java أو Swift لا هذا يعني هذا الأكيد يعني. متى أستخدم scaffold بدل material app؟ لا scaffold ليست بديل material app. scaffold widget وmaterial app widget نوعين مختلفين وصححني يا عبد المحسن صحيح عبد المحسن صحيح. نعم. أفضل simulator في الأندرويد simulator اللي يعجبك إذا أنت من مشجعي هواوي إذا مشجعي سامسونج ما اعرف والله وش السيميليترز المتوفره صراحه. لا في الاندرويد غالبا حقت جوجل ما في هواوي ولا ذا هو بس اللهم سايز اصلا ما هي اوكي. طيب شو اسمه بالمناسبه انا ما اشتغل اندرويد كثير صراحه ما عندي والله اندرويد يعني تقدرون تقولوني من المشجعين شو اسمه الاي او اس الايفون شوي عبد المحسن يعرف يعني صحيح. فما عندي خبرة طويلة بالأندرويد ولا التطوير على الأندرويد حتى كثير عشان كذا مبسوط على فلتر لأني بكتب تطبيق واحد بيشتغل لي على الأندرويد فأخيراً يعني بتنحل المشكلة. طيب بما أن الويدجت مهم فوق بعض ليش نستخدم ستاك بدل مثلاً الكولم؟ أظن نستخدم الكولم ولا؟ أي تقدر عادي بس يعني أنا حبيت يعني الكولم تقدر تسويها بس انا بس حبيت اعطي مثال للستاك يعني اوكي سنه افضل مثال طيب.
طيب كيف اخلي السيميليتر جهازي نفسه مو فيرتشوال؟ ما ادري في جواب سهل يا عبد المحسن ولا بيطول؟ السيميليتر في الاي او اس في ما اعرف يعني بالضبط. ايه السيميليتر في الاي او اس تدخل على الاكس كود وتضيف بس السيرتيفيكت حقتك انك ديفلوبر سيرتيفيكت ولا سيرتيفيكت. انا مخليها سهله مره، انا بتاخذ منك وقت طويل هذا. ايه لو يدخل على فاير بيس لازم دوكيومنت شرحينا كامل. لا الان في تست سيرتيفيكت عادي تقدر تثبت على الاي او اس بس من دون اكاونت، من دون لا تدفع فلوس، بس انه ندخل على الدوكيومنت حقت فاير بيس شرحينها كامله. طيب اوكي صحيح، فاير بيس نعم اضافوا خدمه من الخدمات اللي اضافوها امكانيه التست بشكل سهل يعني. صحيح انت صادق، هذه اضافوها مؤخرا، بس عموما الموضوع لو بنشرح بياخذ شوي وقت، ممكن اشرح في محاضره قادمه يعني. ما في طريقه لبناء الواجهات بطريقه اسرع باستخدام ديزاينر تولز؟ ما اعرف والله، لكن انا ما احب هذه الطريقه يعني. انا مبسوط مره بالطريقه اللي انت شفتها قدامك، صدقني لو بتعود عليها طريقه خياليه جدا وسريعه جدا جدا يعني، بس يبغى لك شوي تتعود عليها. بس في كلام كبير انه ادوبي شغالين مع جوجل بحيث انه تحول الاكس دي مباشره الواجهه فلتر. سمعنا الكلام هذا بس ما اعرف، ما اظن طلع الى الان. اللي يعرف منكم ادوبي اكس دي او يشتغل على ادوبي اكس دي، طيب بعد البث وش احسن المصادر اللي بتخليني اطور نفسي في هذا المجال؟ ان شاء الله نعطيكم ما شو اسمه. كمبتدئ كيف اعرف تقسيم الصفحه مثلا، منطقه سيف اريا والاقسام الثانيه؟ تابعي جربي وبتعرفين. احنا بنتكلم عبد المحسن عن فائده كل واحده منها، وبالنهايه صدقوني اذا ما جربت بنفسك وحست يعني، اطلع من الدوره هذه روح سوي تويتر، لا تسوي انستغرام، وحس فيها لين انك تتعلم. جرب، ابحث في الانترنت، ما في احد بيعطيك كل شيء جاهز يعني الموضوع هذا، فان جرب لين انك تفهم كل واحده من الويدجتس هذه ايش الفائده منها. هل ممكن نخلي كل شيء حجمه كنسبة مئوية عشان تناسب كل الشاشات؟ أنا فهمي إنه الآن هو آخذ نسبة يعني آخذ نسبة. أتوقع يقصد مثل الإيمج هنا عطتها 150 150، هو يبيها مثلا 50% زي CSS يعني. إيه تقدر. فيه ويدجت اسمه fractional sized box الظاهر، أو مثلا تقدر تأخذ الويدث في أكثر محل يعني، أو تقدر تأخذ الويدث حق السكرين تقول والله ترى أنا نص الشيء يعني، فيه حل يعني. طيب عبد المحسن نبي ناخذ زياده، احنا الحين اخذنا تقريبا 10 دقائق او اكثر شوي، بس بناخذ نسينا نحط المين كود المين. لو تحط كود المين بس يمكن عشان في ناس يبغون يجربون. بنحط لو تحط كود المين تحط رابط حقه، وبعد كده ان شاء الله نبدا خلصنا الان بريك والاسئله ونبدا شو اسمه بالجزء الثاني. والمعذره من اللي ما لحقنا عليهم صراحه، العدد الاسئله كبير مره والله. اللي يسال سؤال جميل يقول هل التطبيق راح يعمل بدون مشاكل على النظامين، ولا مع تطور التطبيق احتاج اكتبهم لكل نظام وحده على حده؟ لا هو صراحه اشوف اقرب شيء انك لا عبد المحسن عدل يعدل all panelists and attendees everyone meeting. لما تيجي في الشات اختر all panelists and attendees، او خلني انا ايوه ممتاز ممتاز. وصوره الانستغرام برضو. طيب ابي ادف انا اللينك كامل حق كل الاسئله اللي نحتاجها. اوكي تمام. لكن سؤال جميل هذا نختم فيه قبل لا نبدأ الجزء الثاني، اللي هو هل التطبيق راح يعمل بدون مشاكل على النظامين، ولا مع تطور التطبيق أحتاج أكتب لكل نظام على حدة؟ شوف وعد جوجل والناس اللي تتكلم عن الموضوع الآن أنه تقريبا فعليا التطبيق بيشتغل لك في كل نظام، بيشتغل لك يعني كود واحد بيشتغل بكل النظامين الآن. هل فعلا يعني كذا؟ أنا أشك طبعا يعني. لما تصير ادفانسد مره وتصير تطبيق بيرفكت وصرت انت شركه كبيره وتبغى شيء مره يعني ممتاز جدا، قد تضطر الى انك تكتب اجزاء في الكود خاصه بالاي او اس واجزاء خاصه بالاندرويد. يصححني عبد المحسن يعني تقدر تسوي بريدجز الموضوع هذا بس تفضل. طيب اقول تقدر تسوي بريدج كذا بينك وبين الاندرويد بحيث انك تكتب كود اندرويد وتسوي له اكسكيوت في الفلاتر عادي يعني. لا انا ما اتكلم عن انك تكتب كود نيتف،
باستخدام مثلا جافا او استخدام سويفت، لا لا، في نفس الفلتر تكتب كود ما يتنفذ بفلتر نفسه بدارت، يعني تكتب كود ما يتنفذ الا اذا صار اي او اس مثلا، او ما يتنفذ الا اذا صار اندرويد. انا اعتقد انه هذا موجود مثلا مثل الثيمز وما الثيمز الاشياء هذه، صح ولا لا؟ انت تبغى يعني شيء زي كذا تقول هذا في الاندرويد سوي كذا؟ لا، هو يسأل. لا، هو السؤال اللي جاء انه هل انا فعليا ببتل اكتب نفس الكود هنا وهنا، يعني ابي اكتب كود واحد؟ نعم صحيح. طيب، بس الثيمز يعني، بس يمكن هو اللي تفرق كيف الثيمز فقط، يعني لو تبي ثيم اي او اس هناك وثيم اندرويد هنا لازم تكتب الشيء ذا. تمام. اللي في واحد، بس في واحد سأل سؤال وتوي انتبهت له، اللي يقول الاسيتس وش سويت فيها بالضبط؟ بس عرفت اسيتس هنا، ضفت اسيتس سلاش ايمجز سلاش، بس علمت ان هنا هذا الفولدر هو فيه الاسيتس فقط، لانك انت سميت الفولدر اسيتس وجواه فولدر واتا ايمجز. صحيح. طيب خلاص، حنا نوقف هنا الان ونكمل نكمل عبد المحسن على اللي هو الجزء الثاني اللي هو اللوجين بيج.